السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بناء على طلب حبيبه قلبي امول، طبعا طلبت مني الخيار المخلل، فانا هعمله لها باذن الله. معايا هنا الخيار بالشكل ده. بنيجي كده بنغسله. طبعا الخيار ما يكونش كبير يا جماعه، بتاع التمليح بيكون صغير، وحاطه له فتحه صغيره خالص بس عشان تشرب الملح. ومعانا هنا فلفل، كان المفروض احط شطه بس ما عنديش، فهحط معاه فلفل عادي. تمام، معايا الملح، معايا معلقه ونص سكر كبيره، فنجان زيت، ربع كوبايه خل. تمام، معايا هنا الميه اللي هعمل فيها، كل كوبايه ميه عليها يا جماعه معلقه ملح. تمام، ثواني بس عمال الاذان يخلص. هنا يا جماعه ابتديت كده احط في البرطمان، الخيار واقف بالشكل ده، اول احط السكر عشان يبقى تحت بالشكل ده كده، ونكمل بقى بقية رص الخيار بالطريقة دي كده. يكون واقف نحط فلفل. يا رب كده يكون واضح بالشكل ده. كمل البرطمان وارجع لكم كده يا جماعة. خلصت البرطمان بالشكل ده اهو. تمام، معايا هنا المية، دول 5 كوبايات مية، مش عارفة البرطمان هياخد قد ايه، فهحط عليهم 5 معالق ملح بالشكل ده كده، كل كوباية عليها معلقة ملح يا جماعة. بصور بإيد واحدة، معلش، هما 5 معالق يعني. هنقلبهم كويس. هجيب الخل بقى اكبه بالشكل ده عليها، ربع كوباية خل يا جماعة بالشكل ده. وهنزل بالمية على قد ما هياخد بقى البرطمان، او اكمل تاني. لسه هيحتاج كوباية كمان، اعملها وارجع لكم. كده كملنا يا جماعة اهو لحد ما الخيار يتغطى خالص. تمام، هنجيب بقى الفنجان الزيت ونحطه على وشه كده بالشكل ده اهو. تمام، ده حفظ ليه يا جماعة. قبل ما نقفله بقى نجيب كيس زي ده كده. تمام، ونحطه طبعا علشان ما يهواش. نجيب الغطا ونغطي البرطمان ده، حلو جدا، ونسيبه يومين بالظبط وتاكلوا احلى خيار مخلل مقرمش من بتاع المحلات يا جماعة. اهو بالشكل ده، بس يكون الخيار صغير، ما يكونش خيار من اللي بيبقى في قلبه مية. تمام، علشان طبعا ما يبقاش طري معاكم. ده يفضل بقى تاكلوا منه لحد ما يخلص، من اول واحدة لاخر واحدة يفضل مقرمش معاك، بس تحط له الحاجه مظبوطه. تمام، وانا ما بتاخرش عن حد والله خالص، بس معلش كان يومين العيد فاتاخرت عليكي شويه، معلش حبيبه قلبي. واي حد عايز اي حاجه انا ما اقدرش اتاخر عنه، ونشوفكوا دايما على خير باذن الله.